وينضم معنا من سان فرانسيسكو مفد الإخبارية خالد العويد. أهلا بك خالد. إذن أطلعنا خالد على تفاصيل لقاءات سمو ولي العهد خلال هذا اليوم. نعم، تحية لك أحمد ولمشاهدي قناة الإخبارية من هنا من سان فرانسيسكو في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتحديدا في وادي السيليكون، هذا الخليج الذي يقع إلى الجنوب من سان فرانسيسكو. إضافة إلى ما تم استعراضه قبل قليل أحمد في الخبر من زيارة سمو ولي العهد لشركة لوكهيد مارتن ولقائه بالسيدة هيوستن الرئيسة التنفيذية لهذه الشركة، والطلاع أيضا على الأقمار الاصطناعية التي يجري تطويرها، والقمر السعودي للاتصالات أيضا الذي سيطلق قريبا، إضافة أيضا للقائه بالشباب السعوديين والمهندسين السعوديين الذين عملوا في برنامج التدريب في لوكهيد مارتن. قبل ذلك أحمد، وفي مستهل جدول أعمال سمو ولي العهد هنا في سان فرانسيسكو، زار ولي العهد مقر شركة جوجل والتقى بمؤسسي هذه الشركة وبالرئيس التنفيذي والقيادات العليا لهذه الشركة. تم الاطلاع على أوجه الشراكة والتعاون المستقبلية في ما بين هذه الشركة والمملكة العربية السعودية انطلاقا من رؤية 2030. اليوم أيضا في جدول أعمال سمو ولي العهد في اليوم الثاني له في سان فرانسيسكو، وكالة بلومبرغ توقعت أن يقوم ولي العهد بزيارة لشركة أبل العملاقة هنا في وادي السيليكون، وأيضا بحث فرص التطوير والشراكة و يعني التعاون المستقبلي ما بين الشركة والمملكة العربية السعودية في عدة مجالات. نعم، أيضا خالد ماذا؟ لكن بالحديث عودة إلى منظومة ثاد الصاروخية الدفاعية التي استعرضتموها قبل قليل في الخبر، والتي تنوي المملكة أو ترغب المملكة شراءها من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصفقة تم تسليط الضوء عليها كثيرا من قبل وسائل الإعلام الأمريكية، التي أشارت إلى أهمية هذا الأمر بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، بحكم أن يعني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحكم أن الولايات المتحدة تنظر إلى المملكة كداعم رئيس للأمن والسلام في المنطقة، أيضا يعني كخط دفاع أول تجاه التهديدات الإيرانية في المنطقة، خصوصا في ظل توالي الصواريخ الباليستية التي يتم اطلاقها من اليمن من قبل جماعة الحوثي، وهي بكل تأكيد يعني وحسب أيضا ما تم كشفه هي صواريخ إيرانية تم إيصالها إلى هذه الجماعة الإرهابية في اليمن، وبالتالي تم استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بهذه الصواريخ الباليستية. منظومة ثاد الدفاعية هي منظومة دفاعية ضد الصواريخ الباليستية، ولكنها تتميز بمميزات عديدة، لعل من أبرزها أحمد أنها قادرة على تعقب الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي، إضافة أيضا إلى إمكانية إعادة توجيه هذه الصواريخ حسب المستجدات، يعني وهي في طريقها في الجو يتم إعادة توجيهها مرة أخرى حسب المستجدات التي تطرأ. أيضا هي تميز ما بين الأهداف الحقيقية والأهداف الوهمية، وبالتالي يعني هذه المنظومة الدفاعية هي يعني محور اهتمام الإعلام الأمريكي في هذه الزيارة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في سان فرانسيسكو، المحطة السادسة لولي العهد في جولته في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أحمد. نعم، أيضا خالد كما أشرت، هذه التقنية منظومة الدفاع الجوي عالية التقنية، وكما أشرنا في الخبر أن المملكة تتفاوض على شرائها وتوطين تقنيتها. ماذا لديك في هذا الجانب؟ كان لديك من معلومات في مسألة التفاوض في شراء هذه المنظومة، وكذلك ماذا يحمل جدول سمو ولي العهد خلال الأيام القادمة ومحطاته القادمة خالد؟ نعم، يعني فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بشراء يعني منظومة ثاد، هي بدأت منذ أشهر وتحديدا منذ أكتوبر 2017. من المتوقع أن تحمل هذه الزيارة يعني خطوات متقدمة فيما يتعلق بهذه الصفقة، ربما نسمع عنها خلال الساعات القادمة، خصوصا أن هذه الزيارة لسمو ولي العهد حفلت بالعديد من الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها ابتداء من واشنطن وصولا إلى سان فرانسيسكو، وانتهاء أيضا بالمحطة القادمة
والأخيرة في جولة سمو الولايات في الولايات المتحدة، مدينة هيوستن الأمريكية التي ستحفل أيضا بشركات واتفاقيات في مجال النفط وفي مجال البتروكيماويات. نعم أحمد، شكرا لك. مفدى الإخبارية من سان فرانسيسكو خالد العويد.